السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم بمكاريكم 50% بعد 24 ساعة. طبعا استثمرت فيه مرة، تمام، وسحبت واستثمرت فيه مرة كمان. طبعا هو بيسحب كل ساعة، يعني بيدي ربح كل ساعة، تمام. لو انت أول مرة تشوفنا انتوا ممكن تشترك في القناة كايزر وكايز عشان يوصلك كل جديد. لايك الفيديو الدعمي طبعا ملحوظة، أي ربح عالي تمام بيبقى فيه مخاطرة، فاعمل حسابك إن ممكن تخسر فلوسك وممكن تكسب فلوس، تمام؟ يلا بينا نبدأ على طول. طبعا دي واجهة الموقع معانا. طبعا الخطة اللي في الموقع للاستثمار، أول خطة بعد يوم واحد بيديك في الساعة 4% 87/10، تمام. وطبعا الحد الأدنى للإيداع 75 روبل أو 1 دولار، تمام. طبعا هنا مثلا بعد هنا مثلا نحطه 1 دولار، هيجيلنا 17 سنت، أو 75 روبل هيجيلنا 87 روبل، تمام، 75/10. طبعا طريقة التسجيل سهلة جدا، بتخش على سجل وبتكتب طبعا التفاصيل بتاعتك كلها هنا، تمام. بعد كده بتخش تسجيل الدخول، سجل على طول في حسابك. طبعا أول حاجة تعملها تخش على إيديت أكونت، وبعد كده تحط بيانات الدفع بتاعتك اللي هتسحب عليها. كده هنا بيقول لك بعير تم إضافته، وكان خش على مجد بوست. طبعا أنا بختار مثلا أول خطة، تمام، اللي هي كده، تمام. بختار روبل، لا بختار يو اس دي، ده مثلا يو اس دي. طبعا اشوفكم بعد 24 ساعة ان شاء الله، لما هيكون ايه الدولار و17 سنت اكون سحبته. هقفل الفيديو دلوقتي وبعد 24 ساعة ان شاء الله. طبعا ورجعت لكم بعد 24 ساعة او تقريبا اقل بساعة، تمام. انا سحبت مرتين وعملت اعادة استثمار تاني، سحبت 83 سنت، تمام، ودلوقتي معايا 63 سنت. اسحبه 63 سنت، مش عارف اصدره فين، محددتو الحاجة اللي هنسحبه منها، كان حطه المبلغ. طبعا اقل حاجة تتسحب 10 سنت، تمام، بعد كده سنت كده زي ما انت شايف تم الدفع. ارجو تركم الملاحظة في الدردشة برق كده، تم الدفع بنجاح. نروحوا بقى المحفظة عشان نشوفوا الفلوس وصلت ولا لا. طبعا نحدثه، زي ما انتم شايفين الفلوس وصلت بنجاح، تمام. نشوفكم في حلقة جاية. السلام عليكم.